السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السؤال الثاني، واحد البنت واحد صاحبتي كتسول، قالت لك واحد السيد كتبغي، واش الا كتدعي عليه زعما يجمع الله بينه وبينها في قيام الليل، واش ما عندهاش شي اثم؟ نعم بغات يتزوج به. قالت لك ما عندهاش شي اثم. نعم. بالنسبه للمساله الاخرى، يعني واحد السيده تتبغي واحد الشخص وتمنات وتدعي الله سبحانه وتعالى انه يكون الزوج ديالها، ما فيها حتى شي باس، والله يسر، وحنا ندعو مع الله تعالى يحقق لها هذا الرجاء، ما كاين حتى شي مشكل. يعني ان الانسان مثلا بغى شي حاجه في الدنيا ولا في الدين، بالعكس هذا مما يرضي الله تعالى. ولهذا الجمهور العلماء قالوا بجواز الدعاء في الصلاه بحاجات الدنيا المتنوعه. يعني الانسان في الصلاه لا في السجود ولا قبل ما يسلم حتى يدعي الله سبحانه وتعالى بالامور ديال الدنيا، اما الاخره هذا خلاص هذه ما تغيبش عنه. فتدعي مثلا بالزواج او بالرزق او بالنجاح في العمل او باش يتصلحوا الوليدات، هذا ما كاين مشكل. النبي عليه الصلاه والسلام يعني علم الصحابه التشهد ثم قال في اخره ثم ليتخير، يعني المصلي ثم ليتخير من المساله ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم او يروى عن الصحابه ادعوا في صلاتك بما بدا لك. فاذا الدعاء ما كاين حتى مشكل باذن الله تعالى. مثلا تقول اللهم ارزقني فلانه، او المراه تقول اللهم ارزقني فلانا، نعم هذا باذن الله تبارك وتعالى جائز وعمل صالح. لان ماذا تريد هذه المراه؟ يعني تريد غير العفاف. نعم، اللهم ارزقني مالا كثيرا، اللهم ارزقني مثلا سيارة مريحة، اللهم ارزقني زوجة، اللهم ارزقني زوجا، هذا لا يضر بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى الله من ربه وهو ساجد. قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا فيه الدعاء أو أكثروا فيه من الدعاء فقامين أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم، يعني حالي أن يستجاب لكم. فإذا ما كنت مشكل بإذن الله تبارك وتعالى أن تدعو هذه السيدة هذه بتيسير الزواج من هذا الرجل إذا علمت أنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك سنقول ادعي الله تعالى بما هو أفضل. كيف؟ تقول يا ربي إن كان فيه خيرا يسره لي. شحال من حاجة تبان لك هي الخير وتكون هي الشر، وشحال من حاجة تبان لك شرا وتكون فيها خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم وأنتم لا تعلمون. ولهذا إنسان شعار المسلم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. يعني قدر لي الخير، ربي يسر لي الخير، اختار لي يا سيدي ربي وارضيني به. شي مرة واحد السيد كان بغى يسافر لكندا قال لي ادعي معايا الله تعالى يسر. قلت لي يا ربي إذا كان فيها خير يسرها. قال لي لا ما تقولش هكا. قلت له شنو نقول؟ قال لي قول يا ربي تيسر، ولا ما كانش فيها الخير دير فيها الخير وتيسر. يعني بغى يمشي بزز. لا خلي الاختيار ديال سيدي ربي، احنا ما عرفناش هاي المآلات، يعني ما سيكون في المستقبل. شي حاجه تختارها تكون هي سبب الويل ديالك، هي سبب الويل ديالك. انا تنذكر واحد القصه قديمه جدا ديال واحد الشاب كان صديق ديالنا، وكان طلب الاب ديالو في الوقيته كان يعني الدراجات الناريه الماطره شي كان قليل جدا. الا حصل شي واحد على شي موتور يعني شي دراجه ناريه راه شي حاجه كبيره. يعني شاب من شباب باقي صغير عنده 20 عام، يعني امام الاصدقاء ديالو تعتبرها مفخره. فمده هو يعني تيطلب الاب ديالو، الاب ديالو ميسور وكان خايف عليه. فاذا تيبان ليه يعني هاد الدراجه الناريه يعني الموتور شي حاجه كبيره وغادي يفتخر بها ويعني منحه. فشرا مدى اسبوع دار حادثه ومات. دابا لو هاد السيد خيرة وقلنا ليه تمشي على رجليك ولا تشري الموتور، الا شريتي الموتور غادي تموت، يقول لك لا انا نمشي نحبو على رجليا، نمشي نحبو على يديا ورجليا وما نشريش الموتور. فلهذا دائما طلبوا الله تعالى يختار لنا. من حقك الا بالك واحد السيد توسمتي فيه الصلاح، رجل ديال الزمان، ما كاين حتى شي باس، الله يوفق ويسر يا ربي الجميع. بالنسبه للمساله الاخرى، يعني واحد السيده تتبغي واحد الشخص وتمنات وتدعي الله سبحانه وتعالى انه يكون الزوج ديالها، ما فيها حتى شي باس، والله يسر، وحنا ندعو مع الله تعالى يحقق لها هذا الرجاء، ما كاين حتى شي مشكل. يعني ان الانسان مثلا بغى شي حاجه في الدنيا ولا في الدين، بالعكس هذا مما يرضي الله تعالى. ولهذا الجمهور العلماء قالوا بجواز الدعاء في الصلاه بحاجات الدنيا المتنوعه.
يعني الانسان في الصلاه لا في السجود ولا قبل ما يسلم حتى يدعي الله سبحانه وتعالى بالامور ديال الدنيا، اما الاخره هذا خلاص هذه ما تغيبش عنه. فتدعي مثلا بالزواج او بالرزق او بالنجاح في العمل او باش يتصلحوا الوليدات، هذا ما كاين مشكل. النبي عليه الصلاه والسلام يعني علم الصحابه التشهد ثم قال في اخره ثم ليتخير، يعني يعني المصلي ثم ليتخير من المساله ما شاء. وقال صلى الله عليه وسلم او يروى عن الصحابه ادعوا في صلاتك بما بدا لك. فاذا الدعاء ما كاين حتى مشكل باذن الله تعالى. مثلا تقول اللهم ارزقني فلانه، او المراه تقول اللهم ارزقني فلانا، نعم هذا باذن الله تبارك وتعالى جائز وعمل صالح. لان ماذا تريد هذه المراه؟ يعني تريد غير العفاف، نعم اللهم ارزقني مالا كثيرا، اللهم ارزقني مثلا سيارة مريحة، اللهم ارزقني زوجة، اللهم ارزقني زوجا، هذا لا يضر بإذن الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى الله من ربه وهو ساجد. قال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا فيه الدعاء أو أكثروا فيه من الدعاء فقامين أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. فإذا ما كنت مشكل بإذن الله تبارك وتعالى أن تدعو هذه السيدة هذه بتيسير الزواج من هذا الرجل إذا علمت أنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك سنقول ادعي الله تعالى بما هو أفضل. كيف تقول يا ربي إن كان فيه خيرا يسره لي، راه شحال من حاجة تبان لك هي الخير وتكون هي الشر، وشحال من حاجة تبان لك شرا وتكون فيها خير. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم وأنتم لا تعلمون. ولهذا إنسان شعار المسلم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني، يعني قدر لي الخير بيس لي الخير، اختار لي يا سيدي ربي أرضني به. شي مرة واحد السيد كان بغي يسافر لكندا قال لي ادعي معايا الله تعالى يسر، قلت لي يا ربي إذا كان فيها خير يسرها. قال لي لا ما تقولش هكا، قلت له شنو نقول؟ قال لي قول يا ربي تيسر، ولا ما كانش فيها الخير دير فيها الخير وتيسر، يعني بغى يمشي بزز. لا خلي الاختيار ديال سيدي ربي، احنا ما عرفناش هاي المآلات، يعني ما سيكون في المستقبل، شي حاجه تختارها تكون هي سبب الويل ديالك، هي سبب الويل ديالك. انا تنذكر واحد القصه قديمه جدا ديال واحد الشاب كان صديق ديالنا، وكان طلب الاب ديالو في الوقيته كان يعني الدراجات الناريه الماطره شي كان قليل جدا، الا حصل شي واحد على شي موتور يعني شي دراجه ناريه راه شي حاجه كبيره، يعني شاب من شباب باقي صغير عنده 20 عام يعني امام الاصدقاء ديالو تعتبرها مفخره. فمده هو يعني تيطلب الاب ديالو، الاب ديالو ميسور وكان خايف عليه. فاذا تيبان ليه يعني هاد الدراجه الناريه يعني الموتور شي حاجه كبيره وغادي يفتخر بها ويعني منحه. فشرا مدى اسبوع دار حادثه ومات. دابا لو هاد السيد خيرة وقلنا ليه تمشي على رجليك ولا تشري الموتور، الا شريتي الموتور غادي تموت، يقول لك لا انا نمشي نحبو على رجليا، نمشي نحبو على يديا ورجليا وما نشريش الموتور. فلهذا دائما طلبوا الله تعالى يختار لنا. من حقك الى بالك واحد السيد توسمتي فيه الصلاح رجل ديال الزمان ما كاين حتى شي باس، الله يوفق ويسر يا ربي الجميع. راه شحال من حاجه تبان لك هي الخير وتتكون هي الشر، وشحال من حاجه تبان لك شرا وتكون فيها خير. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. نعم وانتم لا تعلمون. ولهذا انسان شعار المسلم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخاره واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني، يعني قدر لي الخير بيس لي الخير، اختار لي يا سيدي ربي ارضني به. شي مره واحد السيد كان بغى يسافر لكندا قال لي ادعي معايا الله تعالى يسر، قلت لي يا ربي اذا كان فيها خير يسرها. قال لي لا ما تقولش هكا، قلت له شنو نقول؟ قال لي قول يا ربي تيسر، ولا ما كانش فيها الخير دير فيها الخير وتيسر، يعني بغى يمشي بزز. لا خلي الاختيار ديال سيدي ربي، احنا ما عرفناش هاي المآلات، يعني ما سيكون في المستقبل، شي حاجه تختارها تكون هي سبب الويل ديالك، هي سبب الويل ديالك. انا تنذكر واحد القصه قديمه جدا ديال واحد الشاب كان صديق ديالنا، وكان طلب الاب ديالو في الوقيته كان يعني الدراجات الناريه الماطره شي كان قليل جدا، الا حصل شي واحد على شي موتور يعني شي دراجه ناريه راه شي حاجه كبيره، يعني شاب من شباب باقي صغير عنده 20 عام يعني امام الاصدقاء ديالو تعتبرها مفخره. فمده هو يعني تيطلب الاب ديالو، الاب ديالو ميسور وكان خايف عليه. فاذا تيبان ليه يعني هاد الدراجه الناريه يعني الموتور شي حاجه كبيره وغادي يفتخر بها ويعني منحه. فشرا مدى اسبوع دار حادثه ومات. دابا لو هاد السيد خيرة وقلنا ليه تمشي على رجليك ولا تشري الموتور، الا شريتي الموتور غادي تموت، يقول لك لا انا نمشي نحبو على رجليا، نمشي نحبو على يديا ورجليا وما نشريش الموتور. فلهذا دائما طلبوا الله تعالى يختار لنا. من حقك
الى بالك واحد السيد توسمتي فيه الصلاح، رجل ديال الزمان، ما كاين حتى شي باس، الله يوفق ويسر يا ربي الجميع. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.